كان بدايتي اساسا مع فيلم احمد السقا وخالد النبوي. كان ده اداني فرصه كبيره جدا ان وقفت قدام نجمين كبار، وكانت اول بطوله ليا مطلقه. فانا بعتبر نفسي ان انا محظوظه ان انا قدمت فيلم كبير زي فيلم الديلر، وطبعا حملني مسؤوليه اللي بعد كده. بس انا برضو بعتبر نفسي محظوظه لان بعدها وقفت مع نجوم كبار زي نور الشريف واستاذ حسين فهمي مصطفى شعبان. يعني التجارب اللي بعد كده الحمد لله برضو كانت تجارب مهمة. يعني وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org